صدعنا الإعلام الغربي ومن تبعه بغير إحسان من إعلامنا العربي المتصهين بحقوق المرأة وحريتها المنتهكة في أفغانستان على أيدي طالبان ادعاء زورا وبهتانا. تلك المرأة التي لا يرغبون في رؤيتها إلا عارية تباع وتشترى ويسمون ذلك حقوقا أو حرية. تلك المرأة التي يذبحون فيها أبسط معاني الحياء والعفاف وعزة النفس ويسمون ذلك حقوقا أو حرية. تلك المرأة التي يريدونها تتراقص وتخالط الشباب والرجال دون حدود ويسمون ذلك حقوقا أو حرية. تلك المرأة التي يريدون إخراجها من بيتها لغير ضرورة ودون ضوابط شرعية ويسمون ذلك حقوقا أو حرية. على النقيض تماما، إذا التزمت المرأة بحجابها وأدبها وعفافها يسمون ذلك جهلا أو رجعية. إذا رفضت المرأة مصافحة الرجال والاختلاط والسفور يسمون ذلك جهلا أو رجعية. إذا تفوقت المرأة المسلمة الملتزمة بآداب الإسلام في المجالات العامة من تعلم وتعليم وطب وهندسة وفضاء وغيره فلا يلتفت أحد لتفوقها ولا لإنجازها. صدعوا آذاننا بحقوق المرأة الذي أعطاها الإسلام من الحقوق ما لم تعطها شريعة، وأوجب لها من الواجبات ما لم يفعله قانون وضعه البشر على وجه الأرض. في المقابل نرى الاعتداء على حقوق المرأة المسلمة في كشمير بكل إجرام ووحشية، ولا تجد ذلك الإعلام الغربي وذاك الإعلام العربي المتصهين المتربص للمسلمين يتكلم بكلمة واحدة: قتل واعتقال واغتصاب وسحل للمسلمات في كشمير على أيادي القوات الهندية الهندوسية، ولا تجد أحدا ينتصر لهن من قريب أو بعيد، فأولاء مسلمات لا بواكي لهن، فلا تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.